فقرة أسئلة السرعة بين الأستاذ زياد الإمارة وبين ولده الأخ سعد الذي راح نسأله 5 أسئلة في 20 ثانية. نفس الأسئلة راح نسأل زياد أبو الأخ زياد في 25 ثانية. لذلك ندعوك إلى المغادرة وبعدين ندعوك إلى الحضور. تفضل وتفضل هنا. تفضل الأخ سعد. سعد راح أسألك 5 أسئلة في 20 ثانية جاوب عليها. إذا أكو سؤال ما تعرف أقول لي باس حتى أرجع أعيدك إياه. تمام. ماشي. تمام. قول يا الله. يا الله. ركز. والسؤال الأول هو فاكهة لونها من الداخل يختلف كثيرا عن لونها من الخارج. التفاح الأحمر. بحر يفصل بين قارتين. بحر المتوسط. من أدوات الرسام. الفرشاة. حيوان يمتلك حاسة شم قوية. الأفعى. أشياء مرتبطة بالتلطيخ. بالتلطيخ فرشة الصبغ. شكرا. انتهت الأسئلة قبل نهاية العشرين ثانية. خلينا نشوف الأجوبة أخ سعد. نعم. 5 أسئلة سألت لك إياها. خلينا نشوف الدرجات اللي إن شاء الله جابتها إجاباتك. السؤال الأول كان فاكهة لونها من الداخل يختلف كثيرا عن لونها من الخارج. قلت التفاح الأحمر. التفاح الأحمر. التفاح الأحمر. 25 نقطة. برافو. السؤال الثاني بحر يفصل بين قارتين. قلت البحر الأبيض المتوسط. نعم. خلينا نشوف البحر الأبيض المتوسط وجاب لك 20 نقطة. برافو. السؤال الثالث كان من أدوات الرسام. قلت الفرشات. الفرشات. والفرشات جابت لك 22 نقطة. برافو. 67 نقطة على المجموع. السؤال الرابع كان حيوان يمتلك حاسة شم قوية. الأفعى. قلت الأفعى. الثعبان. وخلي نشوف. صفر. صفر. يشتم بلسانه. بلسانه. إيه بس ما عنده حاسة شم قوية. خلي نشوف الآن 5. يعني أكو حيوانات أكثر قوة من عنده. مو ما يشتم. تشتم. أكو الكلب. أكو بعدين نحكي لأنه ورا ما يجي حتى سمك القرش عنده. نعم القرش. نعم. الخامس. السؤال الخامس أشياء مرتبطة بالتلطيخ. قلت فرشات الصبغ. فرشات الصبغ. فرشات. صح. 15 نقطة. 82 نقطة. إذن من مجموع كان المفروض يجيب 100 أو أكثر. نعم. لكنه ربما الوالد يجيب لنا لازم يجيب 118 نقطة. مو صح؟ 118. 118 نقطة. إذن تفضل أخ سعد. ولندعو الآن الأستاذ زياد الإمارة للإجابة على نفس الأسئلة 5. الأستاذ زياد تفضل. تفضل أستاذ زياد. أوقف هنا الخط.